وين اللحم؟ او لا حول ولا قوة إلا بالله. صاحب سيارة كيف ما كنشوفوا مع المشي الكرام في حالة صدمة. هذا هو صاحب سيارة، سيارة فاخرة تشفرات فيها ثاني مولها في حالة صدمة كيف ما كنشوفوا معنا. حطها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي باش يبيعها، والشاري طلع شفار محشري اتصل به أنه أساس أنه بغى يشتري من عنده السيارة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله يعوض. الطريقة كيف شفروا؟ طريقة جد محترفة، طريقة جد محترفة، يعني بليه السيارة. وصافي أنا إلا أنت قلت الله يعوضه خير، الله يعوضه خير، الله يعوضه خير. يعني الآن كان أمام، إحنا أمام الدار الحمراء، المنطقة الأمنية حي حسني مدينة الدار البيضاء. هذا السيد هذا بالأمس اللي كان حاط واحد لانونس في أحد الصفحات ولا في أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه بغي يبيع السيارة ديالو من نوع مرسيدس. اتصل بي واحد الشخص قال لي شوف أنا دابا غنشتعد عندك في الطريق من مدينة برشيد، أنا خدام هنا وأنا غنشتعد عندك في الطريق وغنجي عندك نشوف السيارة اللي عجبتني نشتريها من عندك. فبطبيعة الحال جاء عنده شاف سيارة عجباته وقال لي واش ممكن نجربوها. ففاش بداو قال لي الا كان ممكن نجربوها قال لي ماشي مشكل لكن غير هنا نجربوها. فطلع صاحب السيارة بجانب هذاك الشفار المحترف، الشفار المحترف هو اللي كيسوق في المنطقة ديال بوسيجور. ضرب واحد الدويرة شوية ويقول لي يلا معايا الفال هنا او لهنا هنا في منطقة حي حسني نوري السيارة للأسرة ديالي. فبطبيعة الحال انتقل معاه قال لي ها انت نزل صوني في هذا الانترفون هذا باش عائلتي يهبطوا عندي. السيد هبط صونا في الانترفون. الاول فينا هو واحد تي في لايف صونا في الانترفون والاخر هرب السياره بواحد السرعه اللي جد فائقه. الان عمليه البحث مستمره من طرف عناصر الامن الوطني والشرطه القضائيه من اجل اعتقال وايقاف هذا الشخص او لهذا السارق المحترف اقرب وقت. يعني انت السيد سياره مرسيدس كتسوى تقريبا 27 28 مليون، فخاص الاعتقال ديالو في اقرب وقت. يعني رسالتي كنوصلها للجهات المسؤوله والجهات المعنيه، الاعتقال في اقرب وقت، يعني الاعتقال ديال هذا المجرم هذا في اقرب وقت. السيد مشات ليه السياره ديالو باغي غير يبيعها، فصراحه هذا الشيء غير معقول. سياره مرسيدس ماتريكول 8 باء، فخاص الاعتقال في اقرب وقت. لا لك الان راه سامعوا ليه رجال الامن وقيد المحضر ديالو وغيلتجئوا من مجموعه من الامور باش يوصلوا لهذه السياره هذه. رقم الهاتف باش صونا طبيعه الحال غيمشيو لا ميزون مرسيدس ان السيارات الفاخره كيكون جي بي اس. فكنتمنوا انهم يوصلوا لهذا السارق واعتقاله في اقرب وقت.